طيب يا شباب، طيب هذا ما راح تم ناخذ ونعطي فيه كثير. يعني انا بدي توصل الفكره كانت اللي هي بدي اياها على الشكل التالي. شوفوا يا شباب، انا هون وقت اللي جيت حاولت اطلع بالخطوات واتطلعت ما طلع عندي خطوات، فشو لازم اعمل الخطوه الثانيه الترتيب الثاني؟ شوفوا هو وقت وصل عند الاكس تساوي 18 صح؟ يعني فعليا هو كان عند ال 46 ورجع صار عند 18، مو هيك؟ او خلينا نقول هي نقطه البدايه فيها، كان عند ال 44 ورجع عند ال 18. فشوفوا لي هلا 44، فانا شو بسوي؟ بقول 44 ناقص 18 كم بتعمل معي يا شباب؟ 26 بتعمل 26 صح؟ ففعليا هو رجع كمسافه 26. طيب الاكس 26 عنده بتعمل كم خطوه يا شباب؟ شوفوا الخطوه هون باثنين صح؟ اثنين ايه، يعني فعليا هو رجع بمقدار كم؟ 13 خطوه، مو هيك؟ فبالتالي الواي راح يتحرك هو كمان 13 خطوه، مو هيك؟ طيب 13 خطوه، خطوه الواي بشقد؟ بثلاثة أساس، بثلاثة، فصار 39. فإذا الواي هو كان عند ال 51 وده يزداد هيك 39، فبنقول 51 زائد 39 كم بيعمل؟ 90. أنا هي الفكرة اللي كنت يعني حابب إنه تطلع منكم لحالها، كيف؟ بإنه هون أنا وقت اعتمدت على موضوع الخطوات لقيت إنه في خلل بموضوع الخطوات، طيب ما قدرت إني أطالع الجواب عن طريق الخطوات، شو بسوي؟ خلص برسم الرسمة، لذلك أنا رسمت لكم الرسمة، حاولت يعني هيك أقرب فكرة لكم بلكي يخطر لكم هذا الكلام، بس يعني ما خطر لكم، ما علينا، من هو رايح بتبلش تخطر لكم هذا الكلام. أستاذ ليش ما قلنا 46 ناقص 18؟ ليش 44؟ لانه انا هون بالنسبه لي من هون بدي ابلش اعد من عند هون شو اطلع صح؟ يعني انا بدي من اشوف انا وقت جمعت 51 زائد، ليش؟ لانه انا هي النقطه تمثل على اكس 44 تمثل على واي 51، تمام. فلذلك وقت حسبت قلت ال 51 زائد 39، واضحه؟ فهمتوا اللي صار هون ولا لا؟ ايه استاذ. خلينا نشوف انا وانتم الفكره الثانيه تبع الواي. طيب يا شباب الواي وقت اللي صارت 12، يعني هون صارت، مو هيك؟ الواي صارت 12، معناها نحن شو راح نسوي؟ بنقول 48 ناقص 12 صح؟ 48 اي 48 ناقص 12 كم تعمل؟ 36. 36. طيب يا شباب 36 36 بنقسمها على شقد هي حتى نعرف عدد الخطوات؟ على 3. على 3، ليش؟ لانه احنا عم نحكي على الواي، ف 36 على 3 كم تعمل؟ 12 خطوه. فبالتالي الاكس راح تمشي كم خطوه؟ كمان 12 خطوة، باعتبار الواي طلع 12 خطوة، فالإكس كمان راح يمشي 12 خطوة، صحيح؟ ف 12 خطوة ضرب كم الخطوة على الإكس؟ باثنين صح؟ 12 باثنين كم بيعمل؟ 24، صحيح؟ ف 24 زائد شو كان عندي هاي الخطوة؟ شوفوها هاي النقطة هاي على الإكس كم تعمل؟ 46. ف 24 زائد 46 كم تعمل؟ 70. بس ليه أساس جمعنا 46؟ ما فهمت. أنا رح أقول لك ليش. شايف هاي النقطة؟ لأنه وصولي مع 48، بلش مع 48. شايف أن إحنا نبلش من عند 48 صح؟ ننزل. وهي يعني هي هاي النقطة على الواي 48 على الإكس 46. إيه صح. أنا قلت وقت اللي قلت إنه هي 12، شو اللي قلت لك أنا؟ قلت لك 48 اللي هي هاي النقطة اللي هي متصلة مع هاي. فقلت 48 ناقص 12، 48 ناقص 12 كم بتعمل؟ 36. طيب هي 36 بدي اعملها على الخطوات كم؟ لانه هاي الخطوه بثلاثه قسمتها على ثلاثه، فكم طلع؟ طلع ب 12. فبالتالي قلت الواي عم تمشي 12 خطوه، فالاكس راح يمشي كمان 12 خطوه. ولكن خطوه الاكس بكم؟ خطوه الاكس ب 2، فطلع 24. طيب انا شوف حاسب من عند هاي، من عندها مشي 24، فقلت انا 46 زائد 24 رح يوصل لوين معناها؟ 70.
اوكي. فاذا يا شباب اول شيء بشتغل على موضوع الخطوات، خلص هذا السيستم. اول واحد رقم واحد خطوات، رقم اثنين بشوف انا من وين راح نبلش، عم يطلع ولا عم ينزل، رقم ثلاثة ببلش انا بحسب حساباتي بناء على عدد الخطوات، ورقم أربعة وهي الحالة الخاصة اذا كنا عم نمشي بالسالب مثل سؤال تسعة، او عم نمشي هون عم ننزل بنزول مثل السؤال 12، هون بقى دائما حط في بالك خيار. وقت اللي انت بتعصج عليك الامور بانك حليت على الخطوات وما انحلت معك، ارسم المنحني كاملا وفهم الترتيب. يعني هون فعليا يا شباب هاد كيف تحرك، تحرك هيك نزل لتحت هيك بهذا الشكل، تمام؟ تمام استاذ. طيب شبيبه هذا هيك بيكون افكاره كلياتها. استاذ ممكن التست اللي قبله في سؤال ثالث ما فهمت. التست اللي قبله اي سؤال يعني اي تيست كنا يعني؟ التست 12 سؤال. تيست 12 هاد وهيك. طيب عشان كمان نمشي فيه ما نضيع وقت فيهم، شوفوا هون عم بيقول لك، عم بيقول لك هاي هذول الشكلين مجموع مع بعضهم كم بيعمل. خليني بس اكبر شوي حتى انا اشوفه وانتم تشوفوا. هذا التيست رقم 12. شوفوا يا شباب بنقول عند المثلث، وقت قال لي مثلث شوفوا حط 2 1 كذا، ليش؟ شوفوا هون خليني انزل هاي مشان يبين معكم. العبره انه قال لك في السطر الاول، في السطر الاول 2. ليش بالسطر الاول 2؟ لو طلعت انت هون على السطر الاول رح تلاقي لانه المثلث مكرر مرتين. ولو جيت انت على السطر الثاني حط 1، ليش؟ انه طلع على السطر الثاني مكرر مره واحده بس. ولو جينا على 3 فبتطلع على 3 مكرر مرتين فلذلك حط 2. لو جينا على 4 رح تلاقي ما في شيء مكرر ابدا لذلك حط 0، وهون حط 1. واصل الفكره؟ طيب خلينا نجي هلا انا وانتم للي بعدها. قال النجمه زائد دائره. طيب النجمه في السطر الاول شوف لي اياها هون، النجمه هاد في السطر الاول وين موجوده؟ مره واحده، والدائره مره واحده، صح؟ بس طيب معناته في السطر الاول شو نحط؟ اثنين. اثنين، وهذا في السطر الاول بنحط له اثنين. نجي على بعده في السطر الثاني. في السطر الثاني يا شباب النجمه فيها كم مره؟ مرتين، والدائره مره، فمجموعهم كم صاروا؟ ثلاثه. صاروا ثلاثه. نجي على السطر الثالث. السطر الثالث النجمه موجوده مره مرتين، والدائره موجوده مره، مو هيك؟ فبالتالي شو راح يصير معنا؟ وقت تجينا هون كمان ثلاثه، صحيح؟ طيب نجي على السطر الرابع. السطر الرابع في عندك هاي الدائره مكرره او النجمه مكرره ثلاث مرات وهي اربع مرات، فبالتالي هون، فبالتالي راح يصير بهذا الشكل. يعني فعليا راح يصير هيك. تمام ميز. فهذا ما في داعي نكفي للاخير. شو صار اي اجابه مناسبه له يا شباب؟ آه. او مناسب له ولا؟ اذا هو عم يعتمد شو؟ على التكرار، ياخذ تكرار وبجمعه. ماشي يا شباب؟ تمام. طيب ماشي. طيب هاي افكار التيست الثامن كاملا، يعني خلص هدول هيك انتهى التيست الثامن كاملا. في حد عنده مشكله فيهم يا شباب؟ في حد عنده بباله سؤال؟ بالمناسبه لو كان عندكم سؤال او شيء يا ريت تجمعوهم كلياتهم على ورقه وتبعتوا لي اياهم، وانا راح اسوي لكم فيهم فيديو وتحمل على المنصه ودائما تدخلوا تشوفون متى شئتم. تمام؟ اتفقنا يا شبيبه؟ تمام استاذ. لا اخر شيء، اخر شيء عشان هلا في عندكم بعد جلسه استاذ مازن نعطيكم وقت سريع فيه. شوفوا يا شباب في عندنا هون اخر شابتر اللي هو شابتر المساحه والمحيط، واللي هو اسهل 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 شيء، شغلته بسيطه جدا. فعليا شو الفرق بين المساحه والمحيط يا شبيبه؟
شو الفرق بين المساحة والمحيط؟ هذا المساحة اللي بيكون جوا. كمل. المساحة اللي بيكون جوا والمحيط شو بيكون برا؟ محيط مجموع الأضلاع، المساحة هي مساحة الشكل. أيوة، يعني المحيط بإمكاني أقول إنه كلياتهم له نفس القانون تقريبا اللي هو مجموع الأضلاع، طبعا باستثناء الدائرة. بس عامة كلمة الشيفري يعني هو حساب مجموع الأضلاع. أما المساحة فهي بتختلف من شكل لشكل، صحيح؟ هذا شو عم بيقول لك هون؟ شوفوا لي هون الشكل هذا، عم بيقول لك الإكس بالله تشوفها كم واي؟ شوفوا هون كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة هتكون إجاباتها بدلالة مجهول. يعني هون مثلا الإكس تساوي كم واي؟ فأنا بطلع شوفوا لنا بالله الإكس اللي من هون لهون تساوي كم واي على علمكم؟ شوفوا لنا هون من هون لهون 3 واي. طب وهي شاد كمان واي ونص، واي ونص، واي ونص، كمان 3 واي 13، وهي 2 واي، وهي 3 واي، و3 واي صارت هي 3 6 9 وهدول 4. 9 و4 كم صاروا؟ 13. 13. طب استاذ هدول ليش ما حسبتهم؟ ليش ما حسبتهم هدول؟ انا ما لي علاقه بهدول، اللي علاقه هو عم بقول لك الاكس اللي هو هذا المستقيم اللي من هون لهون، فأنا لذلك ما أخذت إلا المستقيمات هاد وهاد 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 وهاد. تمام؟ واضحة الفكرة؟ واضحة أستاذ. طيب نجي على بعدها. شوفوا لنا هون الشيفري، شو يعني الشيفري؟ يعني بدي مجموع الأضلاع. طب أنا ما عندي مجموع الأضلاع. شوفوا بده مجموع الأضلاع بدلالة X. أوكي؟ طيب شوفوا لنا بالله شو قد مجموعنا هدول، هدول يساوي 10، أي 10 X، وهي مدام 6 معناته هذا شو؟ 6 X. بالمناسبة هذا مدام 10 فكمان هذا المقابله كمان 10، ولكن كلمة مقابله يعني يشمل هاد ويشمل هاد ويشمل هاد ويشمل هاد ويشمل هاد. مين المن شمل من هدول؟ صحيح؟ فبالتالي هاي إذا كانت 2 X مقابلة كم؟ 2 X، وإذا كانت X مقابلة كم؟ X. يعني فعليا محيط الشكل يا شباب 10 و10 صاروا 20، صاروا 20، و6 و6 12، 20 و12 صاروا 32. 32 بس بدنا نضيف له مين؟ 6X. 2 و2 صاروا 4 وعندي هون 2 صاروا 6، يعني بدنا نضيف لهم 6 فكم صاروا؟ 38X. فهمتوا اللي صار ولا لا؟ ايه صار. شو عرفي؟ فهمت اللي صار ولا لا؟ ايه صار. طيب اذا هدول اشياء يعني حساب مساحات بهذا الشكل، عفوا محيطات بهذا الشكل، شغلات بسيطة وسهلة ان شاء الله. نجي على حساب المساحة يا شباب، وانا بعرف انه انتم ما شاء الله كل واحد فيكم طلقة اكثر من الثاني في موضوع الهندسة، مو هيك؟ ولا مو هيك؟ أكيد أكيد أستاذ. أوكي، شو قليلة الفرحة، ما شاء الله فطاحل بالموضوع الهندسي. طيب يا شباب، عم يقول بالله الطارلقلان كم مساحته؟ تعرفوا الطارلقلان يعني المساحة المضللة. هلأ أنا هون عندي خيارين، يا أما نقول له والله أنا رح أكمله هذا كمستطيل كامل، هذا هيك 10 X، فبالتالي هذا حسب هي 2 و2 و2 هذا 6 X، فبقول 10 ب 6 صار 60 X مربع، ناقص مين؟ ناقص هالمساحة، ناقص هالمساحة، ناقص هالمساحة، وبيطلع معي. بصير صح؟ شو رأيكم؟ ايه استاذ بصير. طيب هذا هذا بالله هذا الشكل انتم شايفينه هذا مربع صح؟ ايه يعني 4 X مربع، يعني هي 2 X وهذا 2 X فصار 4 X مربع. وشو بدنا نطرح منه كمان؟ هذا 2 X 2 X 2 X كمان 4 X مربع. طب وبدنا نعرف مساحة هذا. هلا هذا واضح انه مستطيل صح؟ هذا مدام 2 X هذا شقد يا شباب؟ شو بدنا نعرفه؟ هلا من هون لهون 2 X صح؟ هذا هذا هيك، هذا يعني اللي موجود هون هيك، هذا 2 X
لأنه هذا الضلع شوف مثل هذا الضلع 2x 2x 2x. طيب وكمان هذا 2x. طب ما دام هذا 2x و 2x معناته هذا اللي ضل كم؟ 6x. 6x معناته 6x ب 2x كم صاروا؟ 12x مربع. يعني فعليا 60 ناقص 4 4 و 12 كم صاروا هذول 4 4 و 12 صاروا 20 يعني 40 اكس مربع معناته كلياته 40. بس استاذ ما فهمت لك كيف اعتبرت هذول انه متساويين استاذ يعني بنفرض ولا كيف؟ لا شوف هذا شايفه هذا وشلون عمل لك اياه شوفون هذول هذول مربعين صح مربعين ومتقابلين بالراس فهذول مثل بعضهم ما دام هذا كله 2 اكس فبالتالي هذا كله 2 اكس ايه استاذ وهذا نفس الكلام شايفه؟ اي اي تمام انا في متقابلين متناظرين تماما فما دام هذا 2x كمان هذا 2x واعطيك كلياته 10x فبالتالي هذا 6x تمام صح تمام الشيء الثاني شوفوا لي هون هذا المساحه هي شلون بدنا نحسبها كمان بده الطار لقلان كيف الطار لقلان هاي نقسم المثلثات لحال يعني عليكم يعني فعليا بتنعدون عد صح؟ يس هدول 2 4 6 8 10 هدول 10 وهذا نفس الكلام عدوه بتاع 10 وهذا 10 مو هيك؟ وهدول يعني هذا هاد كيف هاد؟ لو انا قصيته وحطيته هون لو قصيته وحطيته هون رح يطلع هيك بهذا الشكل رح يكمل هذا الشكل صح؟ ايه صح الشكل بيشبه 2 4 6 8 10 كمان 10 ايه وهذا الكلام نفس الكلام لو انا قصيت هاد وحطيته هون وكمان رح يعطيني هذا الشكل وكمان هذا 10 2 4 6 8 10 وهذا نفس الكلام قص هاد حطه هون فكمان راح يعطيني 10 2 4 6 8 10 فبالتالي 10 2 3 4 5 6 يعني فعليا انت اللي بدك تقص وتعمل وترتب وتحطهم مع بعضهم حتى يصير في عندك شكل تقدر تعده ولا تنسى كل مربع واحد كامل هذا بواحد على فكره بيستخدموا هاي بمساحه حساب بحساب مساحه الدول تمام طيب في شيء تاني يعني مثل هذا مثلا وينو اشوفوا مثلا مثل هذا هدول بده اضطر لقلان شايفين مربعات مستطيلات فانت بدك تستخدم حساب مساحه المثلث القائم والمستطيل والمربع شو كانت حساب مساحه مثلث قائم شو كان قانونه جداء الضلعين على 2 جداء الضلعين القائمتين على 2 مو هيك؟ ايه صح يعني هذا بامكاننا نحسبه بمنتهى البساطه شو رايكم نحسبه هيك بسرعه؟ تمام طيب تعالوا نشوف هلا هذا كله A معناته هذا ايش قال؟ A مربع صح؟ لانه A ب A وهذا هذا A وهذا شو 2 A 2 A يعني 2 A مربع هذا 2 A مربع وهذا كمان A مربع هذا A هذا A طبعا A مربع كلياتهم طب وهذا هلا هات 2 A هذا 2 A مربع فجداء الضلعين القائمتين على 2 يعني 4 A مربع على 2 فشو بيطلع؟ 2 جذر 2 A مربع 2 A مربع عفوا جذر ال A جداء الضلعين القائمتين على 2 ايه طب وهي A مربع وهي 2 A مربع نفسه نجمعهم كلياتهم مو هيك؟ طيب هدول من الأشياء آخر شكل آخر شكل مثلا هاد شوفوا لي بالله هذا كيف بإمكاننا نحله هذا أستاذ هذا نحسب مساحة هاي المربع أو المستطيل من أسمع 2 يا عيني عليك هذا باختصار شديد يعني أنا بطبقه مطابقة يعني هاد بأخذه بطويه طوي بس طبقناه مطابقة فصار يعني شوف هذا الغامي راح يسكر هون هذا راح يسكر هون
هاد راح يسكر هون، هاد راح يسكر هون، صح؟ فبالتالي هذا كاملا شو صار؟ هذا صار كله غامق. طيب انا بقدر بطالع مساحته، ايه بقدر بطالع. ليش؟ لانه هو قال لك طول ال AB، وين هذا AB؟ 8. وبالتالي ال AC كمان 8، لانه قال لك اصلا هذا الشكل ABCD هو مربع، يعني هذا 8 فبالتالي هذا 4، صح؟ فبالتالي مساحة هذا المستطيل شو؟ 4 ب 8 2 و 3. اتفقنا؟ يس. في حد عنده سؤال؟ حد عنده استفسار؟